فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الوقف على الذرية؟ هل يجوز الوقف على الذرية؟ نعم، يجوز الوقف على الذرية إذا ما هو بتمليك، وإنما هو وقف ينتفعون به بغلته، بما أما أن يوقف عليه أن يوقف تمليك لا، ما يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.